فرع التجمع اليمني للإصلاح بمديرية المعافر أحيا ذكرى التأسيس 34 وذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر بندوة سياسية تحت عنوان الأحزاب السياسية ودورها في ترسيخ النظام الجمهوري وتطوير العمل السياسي كونها أتت من أجل الشعوب. نحتفل بهذه الذكرى لنجدد العهد لشهدائنا ولمناضلي الثورة اليمنية، وكذلك نقول للحوثي أن سبتمبر ثورة متجددة ولن يعود اليمن إلى ما قبل 26 سبتمبر. كان الهدف من إقامة هذه الندوة في مديرية المعافر هو عبارة عن توعية الجمهور والوقوف مع هذه الذكريات العظيمة، خاصة ذكرى 26 سبتمبر الخالدة وذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، ونريد أن يتضح للجمهور مدى ترابط هذه الأحزاب مع العمل الثوري واكتمال فرحتنا باحتفالنا بتأسيس حزبنا التجمع اليمني للإصلاح وعياد ثورة 26 سبتمبر الظافرة. يجب على كل الأحزاب الانتصار للقضايا الوطنية ولا تكيل الاتهام لغيرها، بل يجب أن تسود العلاقة الإنسانية بينها. ومن قال أن الحزبية أتت للتفريق بين الناس فهو غلطان، كونها طرق مختلفة تصل لهدف واحد وهو الحفاظ على النظام الجمهوري، وتكبر ككبر اليمن الذي يعملون جميعا من أجله. الزبيري هو امتداد التيار الإسلامي، عمل حزب اسمه حزب الله في عام 1965، وهو في ذلك الوقت محق، لكن كان في غبش في العمل الحزبي، في صراع إيديولوجي إقصائي مدمر. في عام 90 ما سموش حزب الله، سمونه التجمع اليمني للإصلاح. هناك تطور كبير جدا، لأنه حزب الله في المجتمع اليمني ما يصلحش يكون حزب، صح ولا لا؟ لما أنا أقول أن حزب حزب الله بقي حزب إيش؟ حزب الشيطان. ما يصلحش أسمي نفسي أنصار الله في مجتمع مسلم، لأنه لما أكون أنصار الله البقية إيش صلهم؟ أنصار الشيطان. حتى هذه لها دلالات. صحيح العمل السياسي مر بظروف صعبة ومختلفة خلال العقود السابقة، على الأقل خلال ما قبل الوحدة من تحريم أو تجريم للعمل السياسي أو حصار وقيود بعد 94، لكن بعد 2014 أصبح العمل السياسي في خطر وجودي كما أسلفت، وبالتالي الدفاع اليوم عن العمل السياسي والعمل الحزبي هو الدفاع عن الوطن ووحدته وتماسكه، لأنه ليس هناك أدوات حمائية أقوى وأكثر فعالية من الأحزاب السياسية. الحفاظ على الجمهورية ونقل الوعي الجمهوري من الجيل السابق إلى الجيل الشباب من أبرز اهتمامات الأحزاب التي توحدت للاحتفاء بثورة 26 سبتمبر، ويجب أن يستمر هذا التوحد خلف القيادة الشرعية حتى استعادة الجمهورية. هذا ما يقوله التجمع اليمني للإصلاح بذكرى تأسيسه 34 بمديرية المعافر. محمد يوسف لقناة سهيل.